يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل اشترى من أحد البنوك مكيفات بالآجل بمبلغ 189,000، وفي نفس ورقة العقد توجد خانة بتوكيل البنك بالبيع. لا، هذه حيل يعملونها للربا، ما يوكلهم، يقبض المكيفات ويحملها من مكانهم وينقلها من مكانهم إلى مكان آخر ويبيعها على غيره، يبيعها على غيره، ولا تصير عينة، هذه مسألة العينة. نعم.